وحبرشة أسكو براني وين وحبرشة أسكو جالان وحبرشة أسكو عروسنا وحبرشة حارجينا إن شاء الله إن المهني دكتورن أكو دي رجل إنه وحبرشة ذا إيه هن ملو حلو برتبيس وعمل أنا الله قد استو جي وحاسكو براني جامعة جدة هذا إن سو شيء قسم استفتوا يعني هن of course أنا من السينا هاسين IT لكن حجر وحيامة أنا أصل خادنا كله like IML أو كله إن ما دوين كخار أصل خادنا جفت so أنا واس براني جعل كسب بالاوضي سمستر كي لبعض جامعة ده هي قبل قبل دي جوليستي وحن يديسو قد بين دونا شاكير وان كده احتياريني حفلة قلن جبنا ويمان تخبصتي جامعة ده سمت او كمي ده جامعة ده وكتون كوين دل كينا كويا له محسن وويل داني يراء سنة ده كورو حوكب بحي جامعة ده مانتا حفلة قلن جبين تخبصنيسا رحمانا وقبر دائرة سلم إذا وحى إيمان تؤدب الدقيسة فرحد هذا يدن ما أنت يقال إنجبيس وفاميلي لبعض الشخصية لأن يرى ذا قفنا هري أيوه قال إنجبي رحمانا ما أنت يقال إنجبيس سمستر كيل لبعض وهل جامعة أيوة اللي جينا ين أي إسكو مر إسكو برتين جامعة السمت أو إيمان تلا بدو ده أمر رحمة إيمان تي كقل نجيبين يسوع محسن نهري وقول قل نجيبين برشة ده سيا إسكو بد الشيء إن هل كاسو جعل كذا شو جب جبدينا أي إسكو سدان على نمر كده دمبو سيو جبدنا ده ده وحاجرتي إن رحمة أي كقل نجيبين سي ميت كم إذا كل يدها أقو وقت غير اللي قل نجيبيو وأنا كل يدا عافي ماتك تدبس أنا وأيدي جنيسي أيام مركي أي مريسي قبل قبل دي سمستر دي دمبي وحاسورة كشي إن إسحلالان سيجي ده أو محسن أه أو إن مده أي جعل وداقيين وحد عضي الرحمة أنت يكو قد جرتي وحبرشة ده إن محسن أي سجور سدين وقد دمبينا أي وحبرشة وآدي دلك دي بديسة وحاسورة كشي إن هالكاسي أما أنت أور يكو قادي هالكاسي يدا أور لا يتكتي جامعة دي دي كبرنيس وقدم بين هالكاسي كل شيء يوضع أسيق دي كما قيح حنا قاد دير كدب ما أنت وحايستان وبدأ يكفانان وقلسي وحان ويدين دونا درين كودو كو آدن مركي لغا صوب باللابو براشدو دي جعيل كي صوت أحمري وح براشدو دي قوليستي جعيل كودو قوليستي سيو دي جرايان ورايس وغا قادي دونا محسن أنكو غهر مرة إن حاسكا دي أيمانتي همي جاي لهاد الرموق الحقيقة ذيك هاجد يقنت فرحت وين هي تاي نقول نوت هاي أنا جي في ملك أنا نقول نوت هاي ووحى من تدير سوها من أي وسوت الجري وقرب كسو سينا أنت أصلا إن هير نلاش يكون قارت المه هذا هير وقارتو أنا جي هير نو قارتو جعل كان هير وقارو وحبرش أسكو براني وحبرش أسكو جعل أنا حبرش أنا أسكو عروسنا وحبرش أنا حارجينا إن شاء الله إنا المهني دكتورن أكو دي رجل إنا وحبرش ذا إيه هن ما لوح لقو برتبيس وعمل أنا الله قد استو مركا فرحد وين النوتح الحمد لله ويا مسن حمدش يا كيسر قرم إسبرتين سيد أسكو برتين بلد شاكير برشدين إلا ما أنت قوة كاتشين وحياة بلد ما خلاص نورت حاسب براني أيضو سكورت دسكو دفع هذا هنا جامعة هالمرأس سوقن لي وحاسب براني أنا كوس مستر تو إيه جامعة دسكو براني مدة دير حرير كان أو سعودي إلا إلا بدو كن يو لواتنكي أسبور سنة لبدو كل لواتنكي أسبور سنة أنا سنة كاس دمات كيس جامعة كقلن جبي سنة كاس جوده إذا إلهي أود نقلسي أو سنة كلا بدو كن يو مركا جامعة إنت كقلن جبي وقلن جبي ذي أجر كذا waxaan oo dhalatay gabartaan baraa aan oo dhalatay 2020 iyo sanadka dal soo dhaafay jaamacadda waxay u dirtay internship oo hal sano ugu dhinay markaasna xaamil ahayd oo ubad kale calaash kooday waa hol aad u adkeed ahayd in oo familkaada ka familki kala tago laakiin waxbarashada wax walba kama imsanay 2020 markii ay dhal rabtay oo dalashada ku soo aadnayda aniga iyo gabarta yarta aan dhalay kulligeen iyo hooyadeeda kulligeen waxa wada aadnay Rwanda ayad ku support gareenaysay u dhasho markii ay dhashayna kadibnay alxamdulillah ayay ubad kale naga siiyay alxamdulillah haddana laba gabar aan joogto haddana maanta farxad inoo tahay jaamacad weydhamaysay guuleen oo tahay alxamdulillah
waxaan rajaynaynaa dadka inaa ku dhiirigeliyo inay waxbarashada meel wax lagu barto bisheen meel la lagu dhisto ay tahay raxmo waa hooyada ama waa marwada aan iraahdee ee muxsin ayadu maanta ay qalin jibisay horeyna seegida u qalin jibiyay raxmo markii hore Soomaali kebana kugu soo dhaweynaya qalin jibintaada maanta adey maxay kaaga dhigantay والله هي مت هاي dream come true هذا أقول فرح سنة هنا ما أنت خلين جبي مالن سن وحي هاد مالن أنت أصلاً كلها من 7 years جامعة كنت بنت سيد الله سعته وتدبر سنة هاد مدة كله يعني أهان it was not easy for me إن جامعة سهل كده ما because إن هوايا أهاد same time إن medicine it's not easy دخترنا عن قتيد مرك والله الحمد لله هذا أقول فرح سنة هاي ما أنت إن هذا ما إحنا وش كيسا برشاد أدي محسن isku barateen nooc kasta la isku bartaa ma wado kugu qabtay mashaaka kale bal sheeka yar oo adiga iyo muxsin barashadiina oo maanta aad u dhool cadeeyay farxadna ay ku tahay guushaadana maanta qayb uu kaga leeyahay oo ilaahay maantiisa taanagana kula qaybsaneen sheekadaas bal wax yar ma qabo wallahi aniga iyo muxsin asiga soo hor u soo sheegay waxa isku baranay jaamacad gudaheeda een soo sheegay semester 2 ayaan ahayn of course aniga medicine ahaa asigana IT laakiin waxa jiro waxyaabo aniga isla qaadano kale like IML oo kale een maadooyinka qaar isla qaadina jirta so adiga waa isbaranay yani jaamacad gudaheeda un baan dhigi karaa class ka dhaxdiisa compound kan meel kale isku maan baran jaamacad xiriirkiina ma qosocdo hadii kara 17 ka isbaranay ilaa hadda I think 6 years okay markii intaas ii guusay guurkiina sax sax ha way marka wax kugu farxad badan ma noloshaad maanta wax ka duwan ma jirto wallahi horta maanta aad ayuu igu farax badan tahay mid kale waxa aan aad ii si farxad gelinayaa familkayga supportkiisa my husband hooyadeeda walaalahay dhamaan hooyadeeda macaan ilaa ay waxay ila tagtay Rwanda ila tagtay support gareysay idiri gelisay yani aniga waxa aaminsanahay hadeen familkayga supportkana ka heli laheen inana maanta ii suurta geli laheen marka alxamdulillah way raxmo sidee isugu waday inaad jaamacad dhigato fakarta adag aad dhigato oo 7 sano barashadeedu ay tahay iyo qoys caqabada ma wajahday wallahi caqabado ما يعني عقبده قاعد وقاعد ما وجهين الحمد لله ساكو شيء فاميلي كي سبورت كيس سبورت كاكي هلاي هاي دي ده مرور بان عرورت مركا تيجي كل جامعة ده هاي اقدر جنيد هاي الما هو تيجي جري مركا انا هاد عقبد حسوس تقولي كر عقبد ده سيقولي والله هي مجرته الحمد لله إلها ما انت كبر ما انت قاعد اوفر حسن عي yes finally we made it together هاي معن we made it hay garab taagan bidix deedana taagan lool maxamuud raabe waa hooyada dhashay raxmada maanta farxadeeda ay la qaybsanaysan ilaahayna u soo rogeliyay in ay goob joog ahaato madal ay gabadheedu ku qalin jibinayso mid kamid ah nolosheeda waayay ugu farx badan ugu farxada badanana ay ku jirto oo ay markii hore kugu soo dhaweynaya TV-ga Somali Cable maanta maxaad dareemaysaa maanta aadan faraxsanahay wad maadsantahay wiilkayga farxadeeda lama soo koobi karo ilaahay i gaarsiiyay gabadheeda maanta inay qalin jibinayso waa aad aan ugu faraxsanahay way in hay way hay in raxma ay ku qalin jibiso oo aad gabadhaada ay tahay dareenkaagu siduu yahay dareenkayga walaa dareenkayga lama soo koobi karo waan faraxsanahay waxa ay baratana ilaahay waxaan ugu rajaynayaa wixii tii ay wax ku qabsaleed allah uga dhigo ilaahay aniga i gaarsiiyay maanta qalin jibinteedana aad aan uga mahadcelinayaa way waxaa jirtay in gabadhaada muddo sanado badan ay ku jirtay waxbarashada iyadoo waxbaranaysa ay guursatay bal waxaa maxaad sheekooyin oo qisooyin cajiib oo gabadhaad inta waxbaranaysa aad kala kulantay maxaad nooga wadaagi kartaa maanta horta gabadheeda iyada waxbaranaysa guursatay wiilkan ay macnaha guursatana labadooda ayaga heshiiyeen oo isjeclaadeen kadibna aniga garabaan ku siiyay maadaama ay yihiin dad dhalinyaro ah halka su'aalan weydiiyana waxay ahayd waxbarashadaada ma iga ballan qaadaysa inaad sii wadayso waa ballanay tiri asagana waxaan yeedhay gabadhayda waxbarashadeeda inay sii wadaan rabaa ma iga ballan qaadee labadooduba way ii ballan qaaday wayna ku maadsan yihiin guul fiicanan maanta gaarnay wiilka qabana aadan ugu mahadcelinayaa maadaama uu garab wanaagsan uu siiyey marka alxamdulilaah waayahay kugu farxada badnaa maanta maalin ka duwan ma jirto maanta iyo maalintii arooskeeda arooskeedna aadan u farxay markay gabadheedii oo la aroosayay haddana wax baranaysa waa ku farxay
markii ilaahay dad siiyo waan farxay maanta ay qalin jabinayso ay dadna haysto waan ku farxay alxamdulillaah waan ka daba tagay ruwaanda xataa anigoo dadkii ugu daba tagayaan ka mid ahay sababtaasoo ah waa dhaqalay cunug kale cunugtaan maan cunug kale ka yar waxaan u tagay ruwaanda inaan macnaha iyada caawiyo cunuga u haya inta ay waxbarashadeeda inta dhiman ay dhammaystiranayso marka alxamdulillaah hooyo marka aad fiiriso wax tashwiisha walwal muku gala markii gabadhaada la guursanayay iyadoo waxbarasho ku jirto tacab aad ku beelaysa wallaahi marka gabadhayda kalsooni wanaagsanaan ku qabay waxbarashadana aaday u jecleed marnaba isma dhihin amay waxbarashadeeda dayacdaa ama ay ka hartaa marnaba isma dhihin anigana inta aan noolaa aan garab taagnay oon ilaa ay ka dhammaysato aan macnaha xaaladaheeda la socdayoon garab taagnay marka waxba kama aanan fikirin inay macnaama waxbarashadeeda meel xun uga tagto waa sheekadii jacaylkii guulaystay soomane somali cable bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo